من بداية قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات تسابقت وزارة التعليم بكل جهاتها، تحدث عن الجامعات، تحدث عن المدارس، تحدث عن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، من أجل توفير البدائل المناسبة للطلاب والطالبات لتحصيل دراستهم. والجامعات يمكن من أهم الجهات، يمكن تحدثنا هنا في حلقة سابقة عن آلية وطريقة استعدادات المدارس وتقديمها للدروس وقنوات عين والتعليم المتزامن وغير المتزامن وكل هذه التفاصيل. ماذا عن الجامعات؟ ماذا قدمت الجامعات السعودية؟ اليوم ماخذين بعض النماذج من الجامعات، وهي يعني نماذج منتقاة وستعبر عن الجامعات السعودية ككل، من أجل أنه نلقي الضوء على أبرزها. معي هنا في الاستديو الدكتور ثامر الحسين، وهو وكيل الجامعة الإلكترونية للشؤون التعليمية. دكتور حياك الله معنا فيها. أهلا ومرحبا فيك. وينضم إلي أيضا من استديوهاتنا في جدة الدكتور سطام العتيبي، وهو المتحدث الرسمي لجامعة الطائف. دكتور سطام، إذا كان الصوت يصل إليك حياك الله معنا فيها. هلا مرحبا أستاذ مفرح، نرحب بك ونرحب بالسادة المشاهدين عبر برنامجكم. يا هلا. أهلا بك. سينضم إلينا عبر الهاتف أيضا جامعة القصيم وأيضا جامعة الأمير سطام. في البداية دكتور شكرا لتجاوبكم مع دعوة البرنامج. وش أبرز ما صنعت أو عملت الجامعة الإلكترونية؟ يمكن الضوء عليكم أكثر من غيركم يعني، لأنه أنتم إلكترونيين. طبعا الجامعة السعودية الإلكترونية منذ خلال ساعة تقريبا من قرار تعليق الدراسة أعلنت لطلابها بشكل مباشر إلى تحويل المحاضرات الحضورية المباشرة إلى محاضرات افتراضية في نفس مواعيدها، لأن الجامعة قائمة بشكل أساسي على التعليم الإلكتروني منذ نشأتها. يعني الجامعة تقدم وتتبنى نمط التعليم المدمج، والذي يدمج ما بين الحضور أو التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني، وهو دمج مدروس بين عناصر العملية التعليمية بعناية وتوظيف للإيجابيات في كل نمط من هذين النمطين. لذلك التعليم الإلكتروني يمثل جزء أساسي في العملية التعليمية بالجامعة، وعليه لم نواجه أي مشكلة في سير العملية التعليمية مباشرة منذ قرار تعليق الدراسة. استمر الطلاب في العملية التعليمية والتحصيل التعليمي من خلال المنصة التعليمية المستخدمة بالجامعة، وهي نظام إدارة التعلم، نظام البلاك بورد، وهي منصة شاملة ومتكاملة، ويستطيع الطلبة من خلالها تقديم واجباتهم، تقديم الكويزات، تقديم النقاش ما بينهم فيما بينهم مع أستاذ المقرر، حضور الفصول الافتراضية، وأيضا المشاركة سواء بالفيديو أو بالصوت أو بالكتابة، كلها متاحة بين هذه كانت الطلبة. موجودة من أول ولا لا دكتور؟ نعم، في طريقة تدريس الجامعة أساسا. نعم. بس أنتم كان عندكم يوم في الأسبوع تقريبا أو يومين تلزمون الطلاب بالحضور. نعم، كان الحضور تقريبا بنسبة 33% و 33% حضور افتراضي. أي. الآن أصبحت كلها مع القرار التعليق أصبحت كلها حضور افتراضي النسبة هذه. النسبة المتبقية الباقية هي قائمة على التعلم الذاتي من قبل الطالب من خلال الأنشطة التعليمية الموجودة على المنصة التعليمية والمحتوى التفاعلي الموجود أيضا في المنصة. 33% اللي كان تلزم الطالب بالحضور، المحاضرات اللي تعطى لهم الدكاترة أنفسهم يشرحونها عن طريق الفصول الافتراضية ولا محاضرات مسجلة مسبقا؟ لا، يشرحونها على الفصول الافتراضية بشكل مباشر. الآن هي كانت حضور 33% كان جزء منها، عفوا 66%، 33 كان حضور مباشر في القاعة الدراسية في مقرات الجامعة، و 33 حضور افتراضي في الفصل الافتراضي بشكل مباشر مع الأستاذ. الآن تحولت كلها افتراضية بشكل مباشر. اي نعم، بشكل مباشر تقوم في نفس الوقت ونفس الساعة، الطلبة يدخلون والأستاذ يدخل معهم، ويعني تكون محاضرة اعتيادية كاملة يعني. وعندكم خيار حفظ المحاضرة؟ اي نعم، كلها تكون محفوظة في المنصة التعليمية مسجلة كاملا، نعرف من دخل من الطلبة وكم أمضى أيضا من الوقت في الفصل الافتراضي، ولو دخل وطلع ورجع مرة ثانية مرصودة كلها يعني. كلها مرصودة إذا دخل وطلع. طبعا هي في نسبة الحضور ولا يعني الطالب، احنا نطبق لائحة التعليم
وإذا زاد الغياب الطالب عن 25% فيحرم من دخول الاختبار النهائي، وهذه مطبقة عندنا بشكل كامل في المحاضرات. بس أقصد دكتور أنه ما يحسب عليه غياب كامل إذا إذا كان لا أكيد طبعا هذا ما أخذ بعين الاعتبار، خاصة أنه إذا كان عنده مشكلية تقنية معينة أو كان النت ضعيف أو شيء عنده فهذا يأخذ بعين الاعتبار، لكن إذا ما حضر أبدا أو حضر دقيقة وطلع وخلاص ما حضر فهذا شيء يعني ما يعامل مثل اللي حضر. جميل. بشكل كامل. طيب الدكتور سطام رحب فيك مجددا. جامعة الطائف وش عملت بخصوص التعليم عن بعد وكيف كانت الآلية؟ جامعة الطائف صراحة بدأت من 2018 مشروع عملاق اسمه مشروع التحول الرقمي التقني في جامعة الطائف. هذا المشروع بدأناه من 2018، ما أنجى قرار وزارة التعليم العالي وصلنا القرار من مقام الوزارة حتى بدأنا في تفعيل الفصول الافتراضية بشكل كامل. انتظموا الطلاب على طول من يوم الاثنين الماضي في حضور الفصول الافتراضية، يعني كانت الفصول الافتراضية تشمل جميع المقررات التي تزيد عددها عن 12,000 مقرر للجامعة وفروعها، كلها حولناها العملية افتراضية وفصول افتراضية، يتفاعل بتفاعل مباشر بين الأستاذ المادة والطلاب والطالبات. جميل. الفصول الافتراضية مباشرة أيضا، يعني الدكاترة يشرحون في نفس توقيت المحاضرات السابقة؟ في نفس توقيت المحاضرات، الدكتور يدخل على محاضرته من منزله، الطالب يدخل على محاضرته أيضا من منزله ويقدر يتابع محاضرته، يقدر يؤدي واجباته المنزلية، يقدر يتفاعل مع زملائه وبقية زملائه في الشعبة بشكل إلكتروني كامل. جميل. طيب سؤال لك ونفس السؤال بسأله للدكتور ثامر، اللي يواجه أي إشكالية من الطلاب والطالبات في الدخول إلى النظام، في الاتصال، في الإنترنت، في غيرها، مع مين يتواصل؟ في آلية وسائل تواصل مع عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات عندنا في جامعة الطائف، ثلاث وسائل اتصال: اتصال مباشر، اتصال عبر الإيميل، واتصال عبر طريق الواتساب. أيضا المحاضرات في جامعة الطائف تكون مسجلة بالكامل للتسهيل على الطلاب للرجوع إليها أي وقت يشاءون. جميل. دكتور نفس السؤال، اللي يواجه أي إشكالية؟ يتواصل بشكل مباشر من خلال الخدمات الإلكترونية. جميع الخدمات اللي تقدم في الجامعة هي خدمات إلكترونية، ويستطيع من خلالها الطالب الحصول على دعم مباشر في أي مشكلة يواجهها. طبعا طلبة الحمد لله طلبتنا متعودين على استخدام التقنية لأنه هذا نمط مستخدم في الجامعة من بدايتها ومنذ تأسيسها. جميل. تسمحوا لي أخذ اتصال الدكتور محمد العضيب وكيل جامعة القصيم للشؤون التعليمية. دكتور حياك الله معنا في أهلا. الله حييكم طول عمرك. الجامعة السعودية الإلكترونية وجامعة الطائف، عرفنا وش عندهم في التعليم عن بعد، كيف تشرح لنا ما قدمته جامعة القصيم حتى الآن من بداية قرار تعليق الدراسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية في البلاد من هذا الوباء، وأن نكون إن شاء الله مرحلة ومر على إن شاء الله بسلام إن شاء الله. طبعا الجامعة كانت موضوع التعليم الإلكتروني وعمل انتقال منصة التعليم الإلكتروني كان انتقال سلس بحكم خبرة الجامعة السابقة في التعليم الإلكتروني، حيث لديها في الفصول الاعتيادية عدد لا يقل عن 30,000 طالب وطالبة ومسجلين في مقرات التعليم الإلكتروني التي تقدم الجامعة عن طريق المنصة. فبالتالي كان الانتقال الثالث. كانت الجامعة تعمل على ولا كان يوجد في مشاكل في موضوع الانتقال أو تقديم المحاضرات على تلك المنصات. كنا نحاول قدر الإمكان أن نسهل إجراءات تواصل الطلاب مع أعضاء التجسيس بتقديم كافة القنوات الممكنة اللي تسهل وصول الطالب لكليته. كان هناك منها زيادة أعداد أفراد المتواجدين في خدمة المستفيدين للرد على استفسارات الطلاب، وكذلك كان هناك ضباط اتصال تم تحديدهم في كل كلية مسؤولية استقبال طلبات الطلاب ومتابعة تنفيذها داخل الكليات والرد في مباشرة على الطلاب. بل تجاوز الأمر، يعني ولله الحمد الجامعة حاولت قدر الإمكان تسهل كذلك إجراءات الدارسين في الدراسات العليا من خلال استخدام هذه المنصات، عدم إحاقة أو تأخير تخرجهم بإنعقاد مناقشاتهم لأن الأمر يتطلب حضور مناقشين من خارج الجامعة، فتم عقد
مناقشات الدراسات العليا من خلال منصة البلاك بورد، وكان هناك ولل أول مناقشة الأسبوع الماضي بالطالبة سارة البراك والتي أنجزت رسالة الماجستير، وهناك عدد كذلك من المناقشات التي تم جدولاتها خلال الأسبوع الحالي والأسبوع القادم. طيب سارة راح تكون معنا إن شاء الله بعد الفاصل وبناخذ تجربتها في إنجاز رسالة الماجستير عن بعد، لكن أنت تقول لي أنه في رسائل أخرى في الماجستير والدكتوراه ستمنح عن بعد في الأيام القادمة في الجامعة؟ بإذن الله إن شاء الله، بإذن الله مجدول الآن حسب جدول لدى عمل العليا عدد من رسائل الماجستير ترم جدولها تنعقد في الفترة القادمة بإذن الله. نعم، هذا يعني دكتور أنه مجموعة من الرسائل ستناقش عن بعد وتمنح الدرجة العلمية، ولا كل الرسائل اللي كانت مجدولة أساسا لأخذ الدرجة العلمية بشكل مباشر ستبقى كما هي ولكن عن بعد؟ طبعا الخطوة اللي كانت في البداية أنه الجامعة تحاول قدر الإمكان ما هو مجدول يتم تحويله إلكترونيا مباشرة، لكن في حال وجدنا أنه الأمر الآن لأنه أخذنا إحنا الجدول في هذه الأمور يعني الفترة الحالية، وتقيم الفترة مستقبلا على حسب الظروف. فإذا اضطررنا إلى إنه يعني نضيف بعض المناقشات لاحقا فالأمر وارد. طيب وش الآلية دكتور إذا تسمح لي، يعني كيف يلتقي الطالب مقدم الرسالة مع المقرر والمناقشين؟ هو أقرب كما نتحاور الطالبة موجودة في مربوطة في كونفرنس كول، والمناقش موجود وكذلك المناقش الآخر كذلك موجود في مقره، ويتم النقاش بشكل جيد، وحتى يكون فيه اشتراك على العرض برزنتيشن يكون يقدم ومناقشة ما يتم تطرقه الطالب والطالبة بالإمكانه أنه يناقش يكتب يعرض على المنصة وللمناقش مناقش ما يراه، وهي أقرب من المناقشة العادية. تكون دائرة تلفزيونية ولا بس صوت؟ هو عن طريق منصة التعليم الإلكتروني مباشرة، هو أقرب للواقع الموجود، بالعكس هو نراه أفضل كذلك من دائرة التلفزيونية المقدمة لما تكون في طالب في مقر الطالبات والمناقش مثلا زملاء الدكاترة يكون في مقر الطلاب، وبالتالي هي بالعكس هي كانت أسهل بالتنفيذ. جميل، وأنتم مستمرين في جدولة منح الدرجات العلمية عن طريق عن بعد، لن تتوقفوا؟ بإذن الله، إذا وجدنا فيه إيجابية بشكل كبير جدا بالعكس أنا أرى أنه أحد الخيارات ممكن الاستفادة منها لاحقا. جميل دكتور، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. أستأذنك ناخذ فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، فاصل ومكملين. حياكم الله مجددا في أهلا، ضيوفي الدكتور ثامر والدكتور سلطان من الجامعة السعودية الإلكترونية ومن جامعة الطائف للحديث عن التعليم عن بعد. دكتور، أبرز الإحصاءات الموجودة عندكم حتى الآن فيما يتعلق بالفصول الافتراضية، كم وصل عددها؟ الفصول الافتراضية مستمرة كما هو الحال بالأمور الاعتيادية، كانت أمس مثلا عقد 2800 فصل افتراضي. ما شاء الله. طبعا طلبة الجامعة 26,000 طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة على 14 برنامج. اي نعم، على 14 برنامج ما بين بكالوريوس وماجستير. الدكتوراه متى نشوفها عندكم؟ ان شاء الله، الله يستر. بإذن الله تعالى. طيب أباخذ بعد إذنك اتصال مع الأستاذة سارة عبد الرحمن البراك، وهي عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. والأستاذة سارة أعتقد أنها يعني أول طالب أو طالبة تحصل على رسالة الماجستير عن بعد من بعد قرار تعليق الدراسة. أستاذة سارة ألف مبروك الدرجة العلمية وحياك الله معنا في أهلا. يبارك فيكم يا رب، الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بكم جميعا. مبارك لك الدرجة العلمية، وليتك تحطينا في الصورة وتنقلينا الحكاية كاملة. هل كنت تتصورين أنك ستناقشين رسالتك عن بعد؟ الحقيقة لا والله. يعني كانت بداية أول شيء أنه اخترنا الموعد المحدد لمناقشة فعلية. فكان بتاريخ 19/7 اللي هو يوم الأربعاء الماضي. كان هذا الاتفاق على هذا الموعد. بعد ما جت الأحداث هذه الأخيرة اللي هو التعليق والحدث اللي صاير،
فطبعا وقفت الدراسه، فاول ما جاء بالي انه راح تاجل مناقشتي لبعدين. فكان الخبر بالنسبه لي صدمه، لكن اللهم لك الحمد بفضل الله ثم جهود جامعه القصيم تم مناقشتي بنفس موعدها المحدد، وكانت المناقشه رائعه والتجربه فريده وناجحه 100%، اللهم لك الحمد. كيف اول ما نقلوا لك موضوع انه نعم انت حتناقشي في نفس اليوم ولكن عن بعد، كان في تقبل منك؟ كان في اعتراض؟ ايش كانت الاجواء بالضبط؟ والله بدايه هو شفت الحدث يعتبر بالنسبه لي وبالنسبه للي حولي انه جديد، يعني كيف مناقشه عن بعد، كيف تصير وكيف بنسمع الصوت وكيف نحضر كلنا وكيف بيكون الاخذ والعطاء مع المناقشين وكيف يعني كان في تساؤل، كان وارد التساؤل كثير. لكن الحمد لله يعني بعد ما أخذت الموضوع وتقبلت واستعدت الاستعداد، يعني اللهم لك الحمد، أنشأوا الجامعة اللي هو فصل افتراضي عن طريق بلاك بورد اللي كان مرتبط بالجامعة. فأنشأوا فصل افتراضي، دخلت طبعا فيه أنا اللي هو الباحثة، ودخلوا معي المشرفين والأعضاء، حتى الحضور يعني وصل إلى 85 حضور، العدد وصل إلى 85 العدد ما شاء الله، فحضروا كلهم وكان الصوت اللهم أنا توقعت البداية بيكون في تقطيع وما راح أسمع زين وأنا يعني مرتبكة، لكن اللهم لك الحمد حدث شيء ما كنت أصلا يعني متخيلة إنه هذا الحدث بيكون، فالصوت كان رائع والأخذ والعطاء والرد على المناقشين كان جدا جدا جميل. فبدينا تقريبا من الساعة 10:15 صباحا وانتهت صباحا وانتهت المناقشة تقريبا الساعة 12، اللهم لك الحمد. ما شاء الله يعني أقل من ساعتين. اي الحمد لله. واضح انك اقنعت المناقشين بشكل جيد سارة. لا يا رب لك الحمد، هم كانوا يعني رائعين اثناء المناقشة، فكانوا يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الهدف يعني كله نصل كلنا جميعا الى نتيجة مرضية لهم ولي وللجامع وحتى البحث نفسه يعني ينال حقه من المناقشة. البحث وش كان عنوانه؟ كان عن توظيف الزخارف التقليدية في منطقة مد لإثراء مجال مكملات الملابس بأسلوب التطريز اليدوي على الجلد الطبيعي. ما شاء الله. الآن سارة سؤال أخير، إذا أقبلت على الدكتورة إن شاء الله والله وفقك للوصول إلى مراحل مناقشة الرسالة، ستفضلينها في فصل افتراضي ولا واقعي؟ أمانة أفضلها بالفصل الافتراضي. إذا أنت تنصحين بتكرار التجربة؟ جدا، كانت رائعة، التجربة رائعة جدا، يعني تغيرت الصورة عندي 180 درجة، حتى أنه وصلت الرسالة الأصداء ما كنت متوقعة، يعني أعضاء من هيئة التدريس الجامعات أخرى اتصلوا علي علشان يحتاجون البحث وأنه رسالة وصلنا العنوان حقها نحتاجها وأنه فوصلت ما كنت متوقعة يعني أمانة. يمكن أستاذة سارة يمكن الحاجة اللي كثير يتمنونها أنه أثناء المناقشة يحضرون الأهل يحضرون الأقارب، هذه غير موجودة في الفصل الافتراضي، ما تشوف أنها كانت إشكالية أو ممكن تكون من السلبيات اللي الواحد يحاول يتجاوزها أو ما يتمناها؟ إلا شوف أنا بالبداية كنت يعني أتمنى معي أثناء المناقشة يعني معي الأهل يحضرون يعني يشاركني هذه الفرحة، فأول ما قالوا لي إنه عن بعد يعني طيب وأهلي يعني يحضرون وزوجي بيحضر إخواني شيء، فيعني هذا الحدث اللي صار يعني ممكن قلت يعني أهلي يعني ما راح يحضرون يعني بالبعد أو الفصل الافتراضي، لكن بعد ما ناقشت على طول اتجهت على طول للأهل، فكانوا كلهم أصلا يحضرون هذه اللحظة ما شاء الله الحمد لله، فكانوا كلهم داعمين يعني بشكل إيجابي للشيء هذا. يستاهلون الفرح وتستاهلين النجاح أستاذة سارة، نكرر لك التهنئة وشكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا، والشكر الحقيقة الكبير لهذه الاستعدادات الجميلة في النظام التعليمي عندنا، أنه لا تعطلت رسائل الماجستير ولا حتتعطل رسائل الدكتوراه ولا حتتعطل الدراسة بوجود مثل هذه الفصول الافتراضية. حقيقة أنه أزمة فيروس كورونا على سوءها الكبير، أقصد من ناحية وجود مرض وجود إصابات، إلا أنه استعداداتنا التعليمية يعني أظهرت لنا شيء من الجانب الإيجابي حول جاهزية هذه الاستعدادات. أبا أنتقل للدكتور سلطان ضيفي من جدة وجامعة الطائف. دكتور إذا في عندك أي إحصاءات معينة حتى الآن لعدد الفصول الافتراضية اللي قدمتها الجامعة منذ قرار تعليق الدراسة؟ يعني زي الأسبوع الماضي كان عدد الفصول الافتراضية التي قدمت محاضرات افتراضية قدمت طيلة الأسبوع الماضي حوالي 10,000 محاضرة،
في جامعة الطائف. وصلنا إلى وقت الذروة، يعني محاضرات متزامنة في نفس اللحظة، كان ذلك يوم الثلاثاء الساعة 12 تقريبا، حوالي 370 محاضرة في نفس اللحظة. ما شاء الله، يعني لك أن تتصور هذا العدد الهائل من المحاضرات في نفس اللحظة، حضرها حوالي أكثر من 16,000 طالب وطالبة، وذلك يوم الثلاثاء الماضي. جميل. فالحمد لله العملية التعليمية مستمرة. أضف إلى ذلك أنه اللجان العلمية ومجالس الأقسام، مجالس الكليات، خدمها النظام الإلكتروني، أصبحت تقام عن طريقة افتراضية. لذلك لم نتفاجأ صراحة إحنا في جامعة الطائف، وأتوقع الجامعات كلها بشكل عام، بما بالقرار الذي صدر ليلة البارحة بتعليق الحضور إلى مقرات الجامعة. شكرا لك. الجامعات مستعدة استعداد جيد. نعم والله حقيقة أنه هذه كلها معلومات مبهجة اللي تقولها أنت واللي يقولها الدكتور ثامر واللي يقولها المتصلين حول استعدادات الجامعات. بستأذنكم أخذ اتصال الدكتور خالد النويصر، عميد تقنية المعلومات والتعليم عن بعد في جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز. دكتور حياك الله معنا في أهلا. الله يحييك يبارك فيك. أبرز ما قدمته الجامعة حتى اليوم من بعد قرار تعليق الدراسة في موضوع التعليم عن بعد. الحقيقة ما شهدناه يعني من صدور قرار تعليق الدراسة والتحول إلى التعليم الإلكتروني الكامل، هو كان نتاج سنوات من يعني مشاريع وبرامج قدمتها الجامعة لتوفير أدوات وأنظمة وبرامج تساعد عضو التدريس والطالب على توفير أو التفاعل في بيئة تعليمية إلكترونية. من بدأ قرار التعليق، الانتقال الحمد لله تم بشكل سلس، لم نواجه عقبات تقنية على مستوى مركز البيانات أو الخوادم، ولكن طبعا بظروف التعليق قد يكون أثر على الخدمات السحابية التي قدمتها أو كان يعرض على طريق إدارة الوصول الافتراضية كولابوريت، ولكن تجاوزناه ولله الحمد مع الوقت مرور الوقت، وأيضا بدعم أو تأييد قيادة الجامعة في توفير برامج وأنظمة وأدوات تساند العملية التعليمية. ما نطمح إليه في الفترة القادمة هو ضبط جودة المقررات وحث الطلاب والطالبات على التفاعل وتقديم الأنشطة الإلكترونية على مختلف توجهاتها، سواء واجبات أو كويزز أو يعني تقييمات متعددة، يعني تجاوز هذه الأزمة وإن شاء الله رجوع إلى التعليم التقليدي. ولكن أحبذ أن أؤكد على جميع زملائنا أعضاء التدريس والطلاب استثمار هذه التقنيات موجودة في جميع الجامعات، ولذلك يعني الفترة هذه فترة تجربة واختبار وتهيئة لأعضاء التدريس والطلاب أن يستفيدوا من هذه التقنيات. جميل. وإنتاج نعم. محتوى رقمي يثري المكتبة العربية بالمحاضرات التي تساعد طلابنا وطالباتنا على التعلم الذاتي. نعم. وبما توفر هذه التقنيات. دكتور خالد شكرا جزيلا لك ولهذه الجهود اللي تقدمها جامعة الأمير سلطان. باقي معي تقريبا 3 دقائق، أختم بدقيقة ونص، دقيقة ونص الأولى عند الدكتور سلطان. دكتور، بماذا تختم عن أبرز التوجيهات اللي تقولها اليوم للطلاب وطالبات الجامعة؟ في الختام أحب أشكر صراحة طلابنا وطالباتنا، أبدأ استعدادهم صراحة أندية الطلاب في كلية الطب، الفرق التطوعية في عمادة خدمة المجتمع، عشائر الجوالة في شؤون الطلاب، أبدأ استعداد حوالي 1000 طالب وطالبة وكادر طبي، أبدأ استعدادهم للتطوع في خدمة جامعتهم وخدمة وطنهم متى ما دعت الحاجة إليهم. هذه رسالة شكر وتحية وإجلال أحب أقدمها لطلابنا وطالباتنا المتطوعين، وأحب أقدم أيضا رسالة شكر لكل أبطالنا في التعليم، أبطالنا في وزارة الصحة وجامعة الطائف. إن شاء الله سوف تسير العملية التعليمية بجودة عالية وكفاءة إن شاء الله لتحقيق مخرجات للوطن بشكل جيد بحول الله. جميل. دكتور سطام العتيبي شكرا، المتحدث الرسمي لجامعة الطائف، شكرا جزيلا لك ولانضمامك معنا. الكلمة الأخيرة عندك دكتور، أهم الكلمات أو الرسائل اللي تحب توجهها لطلابكم وطالباتكم. بالنسبة للطلاب والطالبات يعني رسالتنا لهم أننا نعمل في خدمتهم، يطمنون بالنسبة لسير العملية التعليمية، جميع ما يمكن أن نقدمه لهم نحن نعمل فيه، ولتهيئة بيئة تعليمية مناسبة قائمة على تقنيات المعلومات والاتصالات
لتوفير بيئة مناسبة، وهذا بلا شك الحمد لله بفضل من الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة، لأن المنظومة حقيقة جاهزة والإمكانيات كبيرة جدا في الجامعة والجامعات الأخرى أيضا، وبمتابعة مستمرة من معالي وزير التعليم وأيضا بتوجيهات ومتابعة مستمرة من سعادة مدير الجامعة في الحرص على التأكيد على سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب. جميل جدا. السؤال بعد الأخير خلني أسميه بس استحضرته الآن، كيف تتم متابعة أعضاء هيئة التدريس في الالتزام بتأدية المحاضرات في مواعيدها؟ من خلال المنصة التعليمية عندنا تقارير لمتابعة الأداء بشكل كامل تصلنا بشكل مستمر وبشكل لحظي عن أداء أعضاء هيئة التدريس. في حال دكتور، في حال لو استمر الوضع على ما هو عليه واستمر التعليم عن بعد، جاهزين لفترة الاختبارات؟ في خطة معينة ممكن تؤدى؟ إيش اللي في في خطط بديلة عملنا عليها بتوجيهات مساعدة مدير الجامعة. الجامعة تملك نظام اختبارات محوسب طبقناه الفصل الماضي، كان بمفهوم البرينج يور اون ديفايس، اللي هو الطالب يحضر جهازه معه ويؤدي الاختبار في قاعة الامتحان. لو استمر الحال ممكن نعمل على، يعني عملنا الآن على خطط بديلة في حال استمراريته، أن يكون اختبارات أيضا نستخدم من خلالها التقنية بمفهوم الأوبن بوك أو خيارات أخرى تخدم أنه من بيته الطالب يؤدي. ممكن نعم، ممكن يؤدي من بيته، ممكن يؤدي عن بعد، ممكن كيف؟ تقييمات أخرى أيضا تتم. يعني التقنية لله الحمد متاحة والجامعة متمكنة في استخدامها. في نظام عندكم جاهز للاختبارات؟ نعم، عندنا نظام الاختبارات عن بعد. نعم، هذا النظام ينفع لو عمم على التعليم والجامعات؟ ممكن يستفيدون منه الأنظمة، يعني في أكثر حقيقة من نظام، يعني والجامعة عندها نظام. وش أسماء الأنظمة هذه؟ النظام اللي نعمل عليه سويفت أسس، نظام الاختبارات الإلكترونية سويفت أسس. يكون الطالب طبعا في الحالات الاعتيادية الطالب يحضر الجامعة ويؤدي الاختبار داخل قاعة الجامعة، لكن لو كان هناك اختبارات عن بعد تتم أو كذا، فممكن طبعا يحتاج لها تهيئة في إعداد الأسئلة وطريقتها، لأن الأسئلة لما تكون أداءها عن بعد راح تكون مختلفة عن أداءها داخل مقرات الجامعة. جميل جدا دكتور، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهل. الله يحييك. شكرا جزيلا. أبا أشكر أيضا الدكتور شاكر الذيابي من الجامعة الإلكترونية على كل جهوده الكبيرة والعالية والراقية حقيقة في التنسيق والإعداد لهذه الحلقة. شكرا جزيلا له، وشكرا لكل ضيوفي، شكرا لكل من تابع هذه الحلقة. غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.